هي تطوير الكرة يجب أن تضع لوائح أو ضوابط جديدة، وبالتالي حتى دوري وضعه يتغير. إذا سرنا بنفس الطريقة أعتقد الدوري راح يبقى بنفس الخمول ونفس أولا يعني هذا راح يدفع المدرب يكون تركيزه على 25 لاعب، وضمن ال 25 لاعبين تحت ال 21 سنة، أعتقد تحت 23 سنة، هناك سبعة محترفين، السبونسرية اختلف الوضع، المدربين تدوير المدربين اللي اعتقد انه المواسم السابقه صار يعني حقيقه بشكل يعني غير لائق. هذه اللوائح كفيله بان تضع الدوري بالطريق الصحيح. اعتقد من ضمن الشروط او الواجبات اللي ممكن تطور الكره العراقيه هي هذه اللوائح، ونحن ننتظر. انا اعتقد الدوري هذه السنه سوف يكون مميز ان شاء الله. كابتن، ممكن عدد المحترفين رقم مبالغ فيه بدورينا هذا؟ شوف، المحترفين انت من تجلب محترفين كواليتي لازم نوعيه زينه، احنا هذا كتجربه يعني راح نشوف، يعني يجب على الانديه ان تجلب محترفين على مستوى عالي، وبالتالي حتى يصير منافسه مع اللاعب المحلي، هذا جانب ايجابي انا باعتقادي وليس سلبي. يعني اكيد هناك الاتحاد واضع رزنامه حقيقه ووجود يعني خطه مستقبليه للمنتخبات كافه مما فيها المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي عنده السنه القادمه استحقاق اسيوي، واعتقد هذا الموضوع هو بدأ يعني موجود لدى الاتحاد. اكيد الاتحاد سباق بانه يضع برنامج بشكل يعني ما باقي لنا سنه تقريبا يجب ان يضع هذا البرنامج، وبالتالي حقيقه يعني انا اعتقد انه لو وضع هذا البرنامج راح يصير فرصه للمنتخبات انه يكون لها حضور في البطولات مع نفس الكادر التدريبي. لو راح تكون القضيه مو يمي ارجل معدن، هذا الاتحاد هو من يقرر.